عندنا مباراة عملنا برنامج آخر توا مباراة ما صارتش عندنا دور نصف نهائي نهار الثلاث في تونس وإن شاء الله نكونوا معناتها جاهزين لمباراة الدور نصف نهائي معناتها يا حبذا كان كون نجم الراسي علم مسبقا قال كون مش يجي لصفاقس وكان يكون احنا برنامجنا أوضح من هكا يكون واضح باش ما نقعدوش نجيو وما نلعبوش مباراة نتاعنا. انت حكيت لنا على المباراة هذه، حطنا باش نحكيو على الماتش مش تلعب سي اس كونتر الترجي تي دومي فينال، المباراة هذه كيفاش حضرتوا؟ والله معناتها المباراة نصف نهائي كيما احنا عندنا شانس كبيرة كيما الترجي عنده شانس كبيرة. احنا استرجعنا كافة اللاعبين اللي كانوا مصابين وخليناهم براو في عقلهم وان شاء الله نكونوا في احسن حالاتنا وان شاء الله نفوزوا بالمباراة هذه ونكونوا ان شاء الله في دور النهائي ان شاء الله.